الرسم الموجود عندي بيعبر لي عن الحرارة مع مرور الزمن. الماء بالحالة السائلة بتضل تزيد حرارته لتوصل 100 سلسيوس، وهو هون لساته بالحالة السائلة. عند 100 سلسيوس بيوصل مرحلة اتزان ما بين الماء والبخار، وبتثبت درجة الحرارة مدة معينة من الزمن. بعدين بترجع عندي بتتحول الماء بشكل كلي إلى البخار. بهاي المرحلة يا مس إيش اللي بصير عندي؟ الماء بضل يكتسب مع زيادة درجة حرارة، بضل يكتسب طاقة وبيكتسب عندي حرارة، بيكتسب طاقة وبيكتسب عندي حرارة. طيب هون رجع اكتسب طاقة واكتسب عندي حرارة، عندي البخار. فالبخار فعليا لما تحول من الحالة السائلة للحالة الغازية امتص طاقة. وكان الدليل من لما أخذنا قبل شوي إنه الماء احتاج لطاقة اللي هي طاقة تبخر مولية. لما تكون الطاقة في المتفاعلات، هون أنا بحكي امتص طاقة، فالماء امتص طاقة أو جزيئاته امتصت طاقة، طبعا عن طريق الحرارة امتصت طاقة، وهاي الطاقة اللي امتصتها خلتها تتحول لبخار. فالبخار هاد مس مجرد ما يلمس إيدي بده يتكاثف، بده يتحول لحالة سائلة، فهو ممتص طاقة مجرد بحالة غازية. هذا البخار مجرد ما يلمس إيدي أو يلمس الجلد بده يتبخر ويفقد هاي الطاقة، بفقدها على إيدي. تمام، بما انه فقد هاي الطاقة على ايدي، انا تأثرت بمقدار المئة سلسيوس، هاي الحرارة المئة سلسيوس على ايدي. حتى نفهم الموضوع بشكل اوضح ركزوا معي منيح. من المنحنى بنلاحظ ارتفاع درجة الحرارة للماء نتيجة تسخينه، وصلت مئة سلسيوس. بعدين بصير عندي ثبات عند درجة الحرارة هاي فترة من الزمن. مع استمرار التسخين في هاي المرحلة عندي كل كمية الماء تمتص مزيد من الطاقة الحرارية حتى تتغلب على قوى التجاذب، بالتالي بتتحول عندي إلى بخار ماء. أي أن البخار اختزن كمية من الطاقة الحرارية أكبر من اللي بيختزنها الماء عند درجة 100 سلسيوس. تمام، يعني هو اختزن في داخله كمية طاقة حرارية كتير كبيرة مقارنة بالماء لما يكون عند 100 سلسيوس. لما يتكاثف على الجلد فبطلق هاي الطاقة الحرارية الكتير كبيرة، مسببا حروق شديدة أشد من اللي بسببها إلنا الماء عند درجة حرارة 100 سلسيوس. فاللي بدي تفهموه مس، انت مش مطلوب منك تقعد تجاوب كل هذا الحكي اذا اجاك السؤال بالامتحان، بس بدي تجاوب نقطة انت اصلا فاهمها. اللي بصير كالتالي، مع زيادة درجة الحرارة عنا الجزيئات بتضلها تمتص طاقة حرارية. تمام، بتضلها تمتص طاقة حرارية. هاي الطاقة تمام فعليا الماء وصل درجة 100 سلسيوس، ضلت ترتفع عندي درجة حرارة. لما وصلت 100 صار في عندي حالة من الثبوت بين الماء والبخار. بعدين بدأ يرجع مرة تانية جزيئات الماء تمتص طاقة حرارية. هاي الطاقة الحرارية اللي امتصتها ساعدتها انها تتغلب على قوى التجاذب لما يكون الماء بحالة سائلة، ويتحول عندي لبخار ماء بشكل كلي. فكمية الطاقة شايفين احنا كل مالها ما بترتفع عنا درجة حرارة البخار، كل ماله ما بيكسب طاقة حرارية اكبر. فالطاقة الحرارية للبخار كتير كبيرة مقارنة بالطاقة اللي بيمتلكها الماء لما يكون بحالة سائلة. فتخيل انه البخار امتصت هاي الطاقة، لما بده يتكاثف على جلدك بده يفقد هاي الطاقة اللي هي فعليا طاقة كبيرة نسبيا بالمقارنة مع الماء لما يكون بالحالة السائلة، بالتالي رح يؤذي ويسبب حروق جدا سيئة، وفعليا حروقها كتير شديدة بالمقارنة مع الماء لما يكون بالحالة السائلة. في عنا الربط بالحياة اللي هي صناعة القهوة سريعة الذوبان. حتى يحصلوا على بلورات من القهوة سريعة الذوبان بجففوا القهوة السائلة بطريقتين، إما التجفيف بالرش أو التجفيف بالتجميد. في الأولى ترش القهوة السائلة المركزة، بيرشوها كرذاذ خفيف في الهواء، بيكون هواء شديد الحرارة والجفاف، فبيعمل هذا الرذاذ على زيادة المساحة اللي هي مساحة السطح المعرض للتبخر على نحو كبير، فبيتبخر الماء الموجود في داخل حبيبات أو في هذا الرذاذ. فلما يتبخر بيترك مكانه اللي هي حبيبات القهوة سريعة الذوبان. أما
التجفيف بالتجميد بنبرد فيها القهوة السائلة لدرجة كتير كبيرة تقريبا سالب 40 سلسيوس، فبتتشكل عنا ألواح من القهوة المجمدة، بيصيروا يكسروها لحبيبات بعدين بيرسلوها لوحدة تجفيف، يعني بالتالي بيرجعوا ببخروا هذا الجليد مرة أخرى بحيث يتسامى الجليد إلى درجة حرارة منخفضة تاركا حبيبات القهوة. فبس الفكرة بهذا الربط بالحياة إنهم طريقة صناعة القهوة سريعة الذوبان إما بتكون بالتجفيف أو برفع درجة حرارة بطريقة كتير كبيرة وكتير عالية، وبناء عليها التنتين بيعتمدوا لي على موضوع التبخر. بس هي فكرة افهموها فهم، يعني معظم المدرسين مش كتير بيركزوا عليها، بس أنا بهمني إنه ناخد كل إشي موجود عندنا بالمادة. فبس هي فكرة وحاولوا اربطوها بحياتنا العملية. طيب هلا عندنا ايضا سؤال فكر يمثل الشكل توزيع الطاقة الحركية لجزيئات السائل B و A عند درجة حرارة معينة، ماذا تمثل كل من النقطتين ألف و B؟ يعني أي السائلين يعتبر أسرع تبخرا عند درجة حرارة نفسها؟ طيب نركز مع بعض، هي عندنا الرسم بيعبر لي عن عدد جزيئات وعلاقته مع الطاقة الحركية اللي هو هذا ايش؟ عبارة عن منحنى ماكسويل بلتزمان، أخذناه الحصة اللي فاتت. بيحكي لنا في ألف وفي باء، ماذا يمثل كل من النقطتين لألف ولباء؟ هلأ مس بيحكي لنا ألف بهاي المنطقة بيعبر لي عن المادة بي، ركزوا إنه أنا عندي مادتين، وباء بيعبر لي عن المادة إيه. فألف بتمثل لي الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لإيش؟ لأنه اللازمة للتبخر، أو ممكن نحكي عنه الحد الأدنى من الطاقة اللازمة على التغلب على قوى التجاذب بين جزيئات السائل B، تمام؟ فيتبخر. أو ممكن تختصروا تحكوا الحد الأدنى من الطاقة اللازمة للتبخر، تمام؟ فعلياً الطاقة اللازمة للتبخر هي نفسها الطاقة اللازمة حتى إنه أتغلب على قوى التجاذب. إذن هون الحد الأدنى من الطاقة اللازم للتغلب على قوى التجاذب للسائل B حتى يتبخر، وبقى نفس الفكرة بس للمادة A اللي هي الحد الأدنى من الطاقة اللازم للتغلب على قوى التجاذب بين جزيئات السائل A ليتبخر. هلأ بيحكي لنا أي السائلين أسرع تبخرا عند درجة الحرارة نفسها؟ إذن هون بيعبر لي عن درجة الحرارة نفسها، أي منهم أسرع تبخرا يا مس؟ هلأ برأيك الأسرع تبخراً هاد الحد الأدنى من الطاقة لـ A، وهاد الحد الأدنى من الطاقة لـ B، أي منهم الطاقة أقل؟ أكيد إحنا كل ما نمشي لليمين الطاقة فعلياً بتزيد، فالحد الأدنى من الطاقة للمادة A فعلياً هو قليل بالمقارنة مع ألف، فالسائلين أي منهم أسرع تبخراً؟ فعلياً الأسرع تبخراً رح يكون A. ليش A؟ لأنه الحد الأدنى من الطاقة اللازم لتبخره أقل، هاي شايفينه فعلياً هون أقل، لأنه أنا فعلياً كل ما أمشي لليمين بدأ يزداد القيمة، يعني افترض هون بدي يكون عندي 30 مثلاً الحد الأدنى من الطاقة، ألف رح تكون مثلاً 40، فكل ما أمشي لليمين رح تزداد القيمة، فالحد الأدنى من الطاقة أو للطاقة الكافية أو اللازمة لتبخر المادة A رح يكون فعليا أقل من ألف اللي هو بيعبر عن السائل B، فالسائل A هو الأسرع تبخرا لأنه بمجرد ما يوصل 30 طاقة الحركية 30 خلاص مباشرة إيش بلش إنه يتبخر، فكل ما زادت الطاقة الحركية يعني كل ما مشينا لليمين أكتر والحد الأدنى زاد فعليا سرعة التبخر إشي طبيعي إنها تقل.